بسم الله الرحمن الرحيم. انا ميرنا ماهر حلمي مرزوق، محافظة اسيوط، مركز ابو تيج. انا طالعة النهاردة علشان اقول للدنيا كلها اني انا ربنا انعم عليا بنعمة الاسلام. تاني حاجة، اهلي عمالين يقولوا اني انا مخطوفة. انا مش مخطوفة، وعلى فكرة انا بلغتهم بدل المرة 2 و3، انا مش مخطوفة، وقلت لهم اني انا اسلمت، وهم برضو في دماغهم ان في ناس ضحكت عليا زي اي حد، واحد ضحك عليكي، واحدة ضحكت عليكي ودخلتك الإسلام والكلام ده كله. أولا أنا سافرت القاهرة يوم 11/9، صبحت القاهرة يوم 12/9. أول ما صبحت دخلت على مجمع البحوث الإسلامية في مدينة نصر، رحت علشان أعمل إجراءات الإسلام. أول ما دخلت قالوا لي احنا لازم طالبين منك صور شخصية. انا ما كانش معايا صور شخصية، رحت اتصورت الصور الشخصية وطلعت فوق. خدوا الاجراءات زي اي حاجة، دخلت هناك قالوا لي اسمك ايه، قلت لهم ميرنا ماهر حلمي، وخدوا مني البطاقة تحت. طلعت فوق، اول ما قعدت الراجل اللي هناك بيقول لي يا استاذة انت جاية تعملي الموضوع ده؟ في حد ضاغط عليكي؟ في حد ما يخليكي تعملي كده؟ في حد محرضك ان انت تعملي كده؟ قلت له والله العظيم ابدا. اول ما دخلت خد الاجراءات وبيجي يكتب، طبعا هو اجراءات، وكتبني تقرير اقر انا ميرنا ماهر حلمي بكذا كذا كذا، اني محدش ضغط عليا وان انا داخله الموضوع ده برغبتي. تاني حاجه قال لي انت عايزه تغير اسمك؟ قلت له مش هينفع ان انا اغير اسم، لاني انا اسمي طبيعي، انا بقى زرعه كلى، والاسم ده موجود في اوراق في نفاكة الدوله والقرارات، انا مش هقدر اغيرها، وبالطبيعه لو غيرت الاسم فهتطلع لي البطاقه باسم جديد. فاضطريت اني انا ما اغيرش اسمي علشان بعد كده لما اجي اصرف علاجي، بس اللي هو يتغير من مسلمه، من مسيحيه لمسلمه. بعد كده اتجهت عند